نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلق يوم القيامة الشفاعة العظمى، حينما يطول الموقف والحشر على الناس وهم وقوف على أقدامهم شاخصة أبصارهم حفاة عراة تدنو منهم الشمس ويأخذ منهم العرق في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيتقدمون يطلبون الشفاعة، يطلبون من يشفع لهم عند الله أن يريحهم من الموقف، فيأتون إلى آدم عليه السلام، ثم يأتون إلى نوح عليه السلام، ثم يأتون إلى إبراهيم عليه السلام، ثم يأتون إلى موسى عليه السلام، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام، كلهم يعتذرون ويقولون إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، فيعتذرون عن الشفاعة عند الله في هذا الموقف حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويتقدم إلى ربه سبحانه ويسجد بين يديه ويحمده بمحامد ويدعوه ويتضرع إليه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف فيقبل الله شفاعته. شوف، ما شفع إلا بعد الإذن الاستئذان، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ما شفع حتى أذن الله له أن يشفع. هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون. نعم، هذه الشفاعة العظمى.